ده كده مسألة فلات سلاب في امتحان فاينل 2019. لو ناخد بالنا كده عكس مسألة الميد تيرم، في اتجاه الاكس دايركشن في ثلاث بواكي، في اتجاه الواي دايركشن هي باكية واحدة بسبب ان الكانتيليفر ما يعتبرش باكية. فمشكلتي في اتجاه الواي ان احنا علشان نشتغل بالطريقة القديمة طريقة الامبيريكال الامبيريكال ميثود لازم عدد البواكي ما يقلش عن ثلاثة، فاحنا هنا عندنا ثلاثة لكن في الواي باكية واحدة، فهضطر اشتغل في اتجاه الواي دايركشن بطريقة الفيلم اناس. خطوات الحل زي الطبيعي، المسألة كان فيها داتا كتير ان جيفن فانا هفرضهم. هبدأ مع أول خطوة، خطوة اللي أنا عايز أو الخطوة اللي إحنا كنا بنسميها زيرو، إن أنا بحدد النظام. اشتغلنا البلاطة أوردينري فلات سلاب، معنى أوردينري فلات سلاب يعني بلاطة عادية متشالة على عامل. فيبقى عندي في هنا السلاب عايز أجيب لها الدايمنشنز، الدايمنشنز اللي هي ال1 وال2 والتي اس. ال1 البعد الأكبر زي ما إحنا متعودين إن هو باكية، خدت باكية زي دي. فالبعد الاكبر اللي هو 8.2 متر، وال2 البعد الاصغر اللي هو 6.4 متر. من هنا باخد ال اللي هي الاكبر اللي هي 8.2 متر. بعد كده اقول التي اس هتساوي ال مقسومه على 32 لان اوردينري يعني 820 سم على 32. طلعت معانا ال اللي بتساوي 25 وشويه، فخدتها بتساوي 26 سم. ده كده قيمه التي اس. طيب بالنسبه للكولا، لقيت ابعاد الكولا ما كانتش موجوده في المساله، فانا فرضت ان العمود 30 في 80 او ممكن 30 في 40 اي حاجه. طيب طبعا الفرض ده لازم يكون اكبر من اقل عمود عندنا اللي هو 30 في 30، ده في حاله الفلات سلاب ما ينفعش اوصل لاقل من كده، يعني اقل عمود 30 في 30، فانا اخدته 30 في 80. ندخل بقى خطوات الحل العاديه. اول خطوه عندنا خطوه حساب الدبليو سلاب التيميت اللي هي 1.5 في الديد لود اللي هو تي اس في الجاما ار سي زائد الفلور كفرنج زائد الوول لود زائد اللايف لود. طبعا الوول بيساوي الزيرو اللي هو مش كده. فالتي اس اللي هي في المساله ب 26 يعني 0.26، الجاما ار سي اللي هي ب 2.5، الفلور كفر كان جيفن او مش جيفن 150 فانا اخذته 0.15، واللايف لود كان عندي في المساله بيساوي نص او 500 يعني نص طن على المتر مربع. جبت الكلام ده كله طلع معانا الدبليو ستاب التيميت بيساوي 1.9 طن على المتر المربع. ده كده اول خطوه عندنا. الخطوه الثانيه هي خطوه الاناليسيس اللي انا كنت بشتغل فيها بطريقه الامبيريكال، فباخد شرايح واحسب التوتال مومنت واعمل مومنت ديستريبيوشن بالجدول بتاعنا. لا انا في خطوه الاناليسيس هلاقي في عندي اتجاهين، هبص على اتجاه الاكس دايركشن هلاقي في اتجاه الاكس دايركشن 1 2 3 3 بواكي. فبالنسبه لاتجاه الاكس دايركشن هشتغل بطريقه الامبيريكال ميثود عادي خالص. طيب الناحيه الثانيه ده كده الاكس دايركشن، الناحيه الثانيه ابص على اتجاه الواي دايركشن هلاقي الواي دايركشن باكيه واحده، فهضطر اشتغل بطريقه الفريم اناليسيس ميثود علشان احل الواي دايركشن. الهدف ان انا اوصل لتوتال مومنت في الاكس وتوتال مومنت في الواي، اوزع التوتال مومنت على الكولم ستريب والفيلد ستريب، وبعد كده ناخد اكبر عزم عشان نصمم ونجيب الاريا ستيل عندي في الاكس دايركشن والواي دايركشن. طيب نبدا كده مع الاتجاه الاولاني اللي هو الاكس دايركشن. نبدا كده مع الاتجاه الاولاني اللي هو الاكس دايركشن. هبدا بالخطوات العاديه بتاعت الامريكان زي ما احنا متعودين، ثلاث حاجات. اول خطوه ناخد شرايح، بس المره دي الشرايح هتبقى في الاكس بس. بعد كده نحسب التوتال مومنت العزم الكلي، وبعد كده هاخد التوتال مومنت واوزعه على الشرايح، فبتبقى خطوه اسمها المومنت ديستريبيوشن. ده كده الثلاث خطوات بتوع الامبريكال اللي هم الطبيعيين. بالنسبه للشرايح حاجتين، كولم ستريب وفيلد ستريب. بالنسبه للكولم ستريب بتساوي ال2 على 2، ال2 اللي هي عندنا في المساله 6.4 على 2 يعني 3.2 متر. طيب بالنسبه للفيلد ستريب في اتجاه الاكس دايركشن هيساوي ال واي ناقص الكولم ستريب، لان ده اكس يبقى الطول في اتجاه الواي ناقص الكولم ستريب، الطول في اتجاه الواي اللي هو 8.2 ناقص الكولم ستريب اللي هي 3.2 يطلع ده عندنا بيساوي 5 متر. ده كده جبت الايه؟ الشرايح بتاعتي. طب الخطوه اللي بعد كده نحسب التوتال مومنت، ثلاث معادلات ام اكس وام واي وام كانتيليفر. انا هنا في اتجاه الاكس مفيش كانتيليفر، يبقى هيبقى احتاج معادله واحده اللي هي معادله الام اكس اللي هي كانت بتساوي الدبليو ستاب التيميت
في ال LX ناقص 2 على 3 الدي الكل تربيع على 8 في ال LY. ده كده المعادلة بتاعت ال MX. ال W step ultimate اللي هي 1.9، ده كده ال W step ultimate 1.9. ال LX الطول في اتجاه ال X direction 6.4، ال LY الطول في اتجاه ال Y direction 8.2. الدي البعد الاصغر للعمود، العمود عندنا انا فرضه 30 في 80، لو جبن هاش زي ما هو كان جبن فانا فرضه 30 يعني بوينت 3 متر. من هنا اقدر اجيب ان الام اكس عندنا بتساوي 76 طن متر. ده كده التوتال مومنت اللي عندي. هاخد التوتال مومنت واوزعها على الكولم ستريب والفيلد ستريب، فاضطر ارسم الكولم ستريب والفيلد ستريب. ده كده شكل الكولم ستريب بتاعتي اللي هي دي كده نص كولم ستريب، وده كده هنا كولم ستريب. تاخد انا الكولم ستريب بتاعتي هرسمها بالشكل ده، ثلاث بواكي 1 2 3، ونفس الكلام ادي الفيلد ستريب بالشكل ده، ثلاث بواكي بالمنظر ده، ده كولم وده الفيلد ستريب. طيب نبدا نرسم رسمه المومنت اللي احنا متعودين عليها، رسمه المومنت بالشكل ده. ده رسمة المومنت. هبدأ أوزع الـ MX. طبعا عندي بالجدول بتاعنا عزم سالب خارجي هيبقى عندنا 0.2 من الـ MX أو 0.25 من الـ MX، وهنا هيبقى 0.3 من الـ MX، هنا هيبقى نص الـ MX، وهنا هيبقى 0.25 من الـ MX. ده كده التوزيع على حسب الكود المصري. وبعد كده الناحية التانية إيه؟ أنا شغال على نص عشان في سيمترية، الناحية التانية عكس. طيب بالنسبة للفيلد ستريب هنا 0.05 من الـ MX، وهنا 0.2 من الـ MX، 0.2 من الـ MX، و 0.15 من الـ MX. وزعت كده العزوم في اتجاه الـ X direction والـ Y direction، طلع عندي ده كده 15 وده كده 15، واللي تحت كان بيساوي 23 و 38، واللي هنا ده 19. ده كده توزيع اللزوم. طيب في اتجاه الفيلد ستريب نفس الكلام، طلع 15 و15 و11 و15 و15. ده كده المومنت بتاعنا في اتجاه الاكس دايركشن. الخطوه اللي بعد كده ناخد اكتر عزم اللي هو ال 38 ده علشان اصمم عليه واجيب الاريا ستيب اللي في المنطقه دي واللي في المنطقه دي، ومنهم ابدا انسل بالشكل الطبيعي على بقيه الشرايين. طيب بالنسبه للواي دايركشن، الواي دايركشن اتفقنا هنشتغل بطريقه الفريم اناليسيس. طريقه الفريم اناليسيس بتبدا عن طريق ان انا اخد شريحه لها حلين. انا دلوقتي هشرح الحل الاولاني السريع، ان انا هاخد شريحه ستريب، الستريب دي بتكون بعرض بي من السنتر لاين للسنتر لاين، يعني بالشكل ده. هاجي كده ده اتجاه الواي دايركشن، هاخد شريحه هنا كده كده من السنتر لاين للسنتر لاين، وده اتجاه النظر بتاعي. فيبقى العرض بتاعها البي اللي هو نص ال 6.4 ونص ال 6.4، يعني 6.4، يعني البي بتساوي 6.4، ماشي كده؟ ده كده شكل الشريحه بتاعتي لو تخيلناها. ده كده الشريحه اللي انا اخدتها بالمنظر ده. في عندي عمود بره، في عندي عمود في المنطقه دي، وفي عمود في المنطقه دي، وده كده العرض اللي هو ال 6.4، وده التخانه اللي هي التي اس. طيب انا هرسم الشريحه في السنتر لاين بتاعها عند مكان العمود، هيبقى شكلها جاي لي بالمنظر ده. كده الشريحه بتاعتها هتبقى جايه لي كده. ده هنا في عمود كولا، وادي هنا في عمود كولا، وفي النص في عندي البلاطه، واحط هنا الباوندري كونديشن بتاعت العمود. ده كده شكل الشريحه بتاعتها. طيب هبدا احط الاحمال الدبليو اللي عندنا. طيب الحمل بتاعنا كان عباره عن دبليو ستاب التيمت 1.9 طن على المتر المربع، يعني كل متر مربع من الشريحه دي على 1.9. انا عايز هنا في النص بس، فهركز فاضرب في البي، فيبقى عندي في هنا حمل موزع كده، ده اسمه دبليو التيمت، والدبليو التيمت دي بتساوي الدبليو سلاب التيمت مضروبه في البي عرض الشريحه بتاعتنا. فالدبليو سلاب 1.9 في ال 6.4 يطلع من هنا كده ان الدبليو التيمت بتساوي 11 طن على
المتر الطولي، بعد كده هنقول ده كده الكولم وده كده السلاب. وطبعا احنا عارفين الابعاد الدايمنشنز، المسافه بتاعت البلكه نفسها اللي هي هنا عندنا ب 8 من 2 وهنا 2.5، يعني بالشكل ده، ده كده الدايمنشن، ده 8 ده 2.5 وده 8.8. طب الخطوه السهله اللي انا ممكن اشتغل بيها دلوقتي ان انا اخد البلاطه دي واعتبرها كانها كاميرا. همسح ده دلوقتي كده، هاخد البلاطه دي كده واعتبرها كانها كاميرا، هيبقى بالمنظر ده. هقول ده كده البلاطه بتاعتي، ده هنا سبورت اللي هو العمود، وده هنا سبورت اللي هو العمود، وعليها حمل موزع اللي هو 11 طن على المتر الطولي. عشان احسب هنا التوتال مومنت، التوتال مومنت اللي هو بيكافئ الخطوه دي عندي، اللي هي كان هنا في عندي مومنت واحد، هنا في عندي اكتر من توتال مومنت. هقطع هنا وابص ناحيه الشمال، فيبقى في عندي دبليو في ال كانتليفر تربيع على 2، 11 في 2.5 تربيع على 2، اوصل داش وعلق بارابولا، بقى في عندي مومنت بوزيتيف كده دبليو ال تربيع على 8 ناقص الافريج 11 اللي هو الرقم ده اللي هو كان طالع معانا، يساوي اللي هو كان طالع معانا بيساوي 36. ترتيب المذكره مش مظبوط في البي دي اف، 36. فقول ده بيقول تربيع على 8 ناقص الافرج اللي هو 36 زائد 0 على الاثنين. جبت من هنا المومنت البوزيتيف، طلع ده بيساوي عندنا وليكن هيطلع حاجه 50 مثلا. يبقى انا كده جبت التوتال مومنت، هاخد التوتال مومنت ده واروح جاي موزعه على الكولم ستريب وعلى الفيلد ستريب عشان اوصل لشكل زي ده. فيبقى عندي ده كده الكولم ستريب، ادي كده نفس رسمه المومنت، وادي كده الفيلد ستريب بالشكل ده نفس رسمه المومنت. هبدا اوزع لما يكون عندي عزم خارجي، طبعا في عندي عزم خارجي هنا دبليو ال تربيع على 24 وليكن يطلع معانا 30. هبدا اوزع الكلام ده، هاجي اقول هنا في الكولم ستريب العزم الخارجي السالب ده بيبقى 80% من ال 30، واوزع ال 30 دي هنا 20% من ال 30، يعني 80% راح في الكولا و20 راح في الايه؟ في الفيلم. طيب ده عزم كانتليفر او عزم داخلي، بيبقى ال 36 هوزعها بنسبه 75% في الكانتليفر، يبقى من ال 36 وال 25% هيروح لي للفيلد ستريب. ده كده وزعت ال 36 ووزعت ال 30. طيب بالنسبة لل 50 هتتوزع 55% بالنسبة للكولا و 45% هوزعها في الفيلد ستريب. يبقى انا كده وزعت وصلت الكولا والفيلد، عندي عزوم اخد اكبر عزم واصمم عليه واجيب الاريا ستيج. ده كده طريقة ممكن تختصر الوقت، دي كده طريقة مصغرة لطريقة الفريم اناليسيس. ممكن نشتغل بطريقة تانية ودي الطريقة الاصح، يعني هشتغل يا دي يا بالطريقة اللي انا هقولها دلوقتي. طيب هاجي امسح الكلام ده كده ماشي. هاجي اشتغل دلوقتي بالطريقه الثانيه اللي هي طريقه الفريم اناليسيس الطبيعيه. في طريقه الفريم اناليسيس الطبيعيه هبدا احسب في الاول، انا عندي كده نفس الكلام ال دبليو التيميت 11 طن على المتر الطولي، عايز ابدا اشتغل مومنت ديستريبيوشن، فاحسب ثلاث حاجات، احسب انيرشيا، فاقول الانيرشيا بتاعتي، عايز احسب الانيرشيا بتاعت الاستاد، وعايز احسب الانيرشيا بتاعت الكولا، انيرشيا البلاطه وانيرشيا العمود. مش كده؟ فلو فاكرين كانت دي شكل الشريحه اللي انا كنت مسحتها، كانت بالمنظر ده. ده كده كان البي اللي هو 6.4، وكان في عندنا عمود في المنطقه دي، وكان في عندي عمود في المنطقه دي، ودي الاطوال اللي هي الاسبلنت. فاللي هي هنا 8 وادي هنا عندي 2. فده كده شكل البلاطه بتاعتي. نبدا مع الانيرشيا بتاعت البلاطه، انيرشيا سلاب هتساوي موازي في عمود التكعيب على 12، فهتساوي الموازي اللي هو البي عرض الشريحه في التي اس تكعيب على 12، البي اللي هي عرض الشريحه اللي هو 6.4 في التي اس اللي انا كنت جايبها زمان ب 26 بس بالمتر بوينت 2.6 تكعيب على 12. يطلع معايا الكلام ده كده بيساوي ده كده انيرشيا السلاب طلع بتساوي 9 في 10 اس سالب 3 متر اس 4. انيرشيا العمود بي في التي تكعيب على 12، البي بتاعتي العمود انا فرضه 30 في 80 او 30 في 30 يبقى 0.3
في بوينت 8 تكعيب على 12 يطلع بوينت 0.2 متر اس 4. ده كده الانيرشيا. طيب ندخل على تاني حاجه بعد الانيرشيا، عايز احسب الاستيفنس الكي. هحسب الاستيفنس بتاعت البلاطه قد ايه والاستيفنس بتاعت الكولم قد ايه، وبالنسبه للكنتليفر ملوش استيفنس لان هو بالنسبه لي ديترمينت، فانا بشيله واحط مكانه بوينت، فيبقى الكي سلاب وعايز اجيب الكي كولم. الاستيفنس بتعتبر انيرشيا على ال، فهنا انيرشيا سلاب اوزعها على طول البلاطه اللي هو ال ده، يبقى اي سلاب على ال. الاي سلاب اللي هو الرقم ده واقسمه على ال اللي هو 8.2، جبت هنا الاستيفنس دي 1 في 10 اس سالب 3 بقت متر اس 3 لان انا قسمت على متر فبقى متر تكعيب. طب الاستيفنس بتاعت العمود، الانيرشيا بتاعت العمود اللي هي طالعه لي 0.2 اقسمها على ارتفاع العمود اي على ال برضه، فهنا هتبقى اي كولم على ال العمود اللي هي بالنسبه لي الاتش كولم اللي هو كان ارتفاع العمود وليكن 3 متر ما كانش جدا في الامتحان ففرضته، فيطلع ده كده 4 في 10 اس سالب 3 متر تكعيب. ده كده الخطوه الثانيه بالنسبه للاستيفنس. الخطوه الثالثه ان انا احسب الديستريبيوشن فاكتور، فاكتور التوزيع، لان احنا لو فاكرين هنشتغل بطريقه المومنت ديستريبيوشن. فالمومنت ديستريبيوشن يعني انا هيكون في عندي توتال مومنت هنا زي المره اللي فاتت وتوتال مومنت هنا، كل مومنت من دول عايز اوزعه، فعايز اوزعه في السلاب هياخد جزء والعمود هياخد جزء والعمود هياخد جزء، فابدا اقول ديستريبيوشن فاكتور. انا بالنسبه لي مش فارق معايا العمود هياخد قد ايه، انا فارق معايا السلاب هتاخد قد ايه. فديستريبيوشن فاكتور بالنسبه للسلاب عند النقطه A ات البوينت A، والديستريبيوشن فاكتور عند السلاب عند النقطه B هيبقى هما الاثنين واحد اور البي، ده هو زي ده. فهنساوي الاستيفنس بتاعت البلاطه، انا عايز اجيب ناحيه البلاطه فاقول يبقى الكي سلاب على مجموع الاستيفنس عند النقطه A. مجموع الاستيفنس عند النقطه A ثلاث حاجات، كي سلاب وكي كولم وكي كولم، يبقى على كي سلاب زائد 2 كي كولم. طيب بالنسبه للنقطه B هقول نفس الكلام، الكي سلاب على كي سلاب زائد كي كولم زائد كي كولم، واتفقنا الكنتليفر ملوش ستيفنس يبقى هي ايه؟ هي نفسها. طب نتخيل لو كان في عندي النقطه مكمله، يعني كان في عندي باكيه ثانيه، فكانت النقطه اللي هنا كي سلاب على كي سلاب زائد كي كولم زائد كي كولم، لكن النقطه اللي هنا كانت هتبقى كي سلاب على كي سلاب زائد كي سلاب زائد كي كولم زائد كي كولم، دي كده اربع ايه؟ اربع حاجات. لكن احنا مسالتنا ما فيهاش اربع الكلام ده، يبقى هشتغل بس بالمنظر ده. طبعا الكي سلاب اللي هي 1 6 شفت ال 10 اس 3 مشترك 1، وهنا الكي سلاب 1 و2 كي كولم 2 في ايه؟ في 4. فيطلع الديستريبيوشن فاكتور ده بيساوي 0.12. طبعا طلع رقم قليل بسبب ان احنا فرضنا، احنا اللي فرضين ابعاد العمود، ده هيختلف من واحد للتاني. لو واحد فرض ابعاد العمود صغيره زي 30 في 30 فالعمود الاستيفنس بتاعته هتبقى صغيره فالبلاطه هتشيل اكتر، لكن انا فرضت ستيفنس كبيره على العمود فالعمود شال اكتر من الموت، فمفيش مشكله لو حصل اختلاف الا لو كانت مساله في ابعاد ايه؟ كانت جبنه. طيب ندخل بعد كده، بعد ما عملت الكلام ده هبدا اكون الفيكسد اند مومنت والجدول بتاع الديستريبيوشن مومنت بتاعنا. ادي كده هفصل، ادي البلاطه، ادي الباكيه الاولانيه اللي هي عليها حمل موزع مستطيل ب 11 طن على المتر الطولي، والسبان بتاعها ده كده بيساوي 8.2 متر. وبعد كده في عندنا هنا كانتيليفر اللي هو عليه 11 طن على المتر الطولي، والسبان بتاعه مش فارق معايا دلوقتي بس ب 2.5 متر. هبدا انزل كده خط من كل ناحيه بالشكل ده وابدا اكون الجدول بتاعنا. اول حاجه في الجدول هي الديستريبيوشن فاكتور. الديستريبيوشن فاكتور عند النقطه دي كان 0.12، وعند النقطه اللي هنا كان 0.12، وعند النقطة اللي هنا ده مفيش أصلا، ده كان تليفون. طيب بعد كده نحسب الفيكسد إند مومنت. الفيكسد إند مومنت كانت بتختلف على حسب الشكل. أنا الحمل بتاعنا دايما حمل مستطيل، فالحمل المستطيل الفيكسد إند مومنت بتاعه كان بيبقى جاي لي بالشكل ده، وقيمته دبليو ال تربيع على 12، وهنا دبليو ال تربيع على 12، ده كده كان تليفون أنا هشيله وأحط مكانه دبليو ال كانتليفر تربيع على الاثنين. ده كده بالنسبه للكانتليفر. فحسبت انا الكلام ده، بس ناخد بالنا من الاشارات، مع عقارب الساعه موجب، فده كده موجب،
عكس عقارب الساعة سالب مع عقارب الساعة موجب. حسبنا الكلام ده W 11 والL تربيع 8.2 تربيع 12، حسبنا الكلام ده كله طلع ده بيساوي عندنا طلع ده بيساوي 65 موجب، وده بيساوي سالب 65، وده كده الكنتليفر كان بيساوي 36. بعد كده الكنتليفر انا مش عارف حاجه. طيب بعد الفيكسد اند مومنت هبدا احسب حاجه اسمها الديستريبيوتد مومنت. هضرب بوينت 12 في 65 باشاره مخالفه، بوينت 12 في 65 طلع ب 3.9 حطها باشاره سالب، يعني مش 3 طلع ب 7.8 حطها باشاره سالب 7.8. هنا بوينت 12 في سالب 65 هيطلع سالب، احطها موجب 7.8. بعد الديستريبيوشن مومنت كان عندي حاجه اسمها كاري اوفر مومنت، ده يودي هنا نص وده يودي هنا نص، فيجي هنا 3.9 موجب ويجي هنا سالب 3.9. وبعد كده اجمع اوصل للفاينل مومنت، ده التوتال مومنت اللي انا كنت جبته بقى ايه من اول الكاميرا كده اللي انا اختصرته وقلت رسمه كانه كاميرا. هنجمع كده عندنا 65 ناقص 7.8 زائد 3.9 هيطلع ده بيساوي 61، وده هنا بيساوي 61 بس بالسالب، وده هنا هينزل زي ما هو 36. طبعا يبقى اكتر عن السبورت هو ال 61. هاخد الكلام ده اقسمه على الكاميرا على البلاطه بقى بالشكل ده، يبقى التوتال مومنت بقى جاي كده 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 هنا، ده كده شكل البلاطه. هنا عندي 61، طبعا البوست ده لسه ما جبتوش، ده هنا في ناحيه 61 وفي ناحيه ثانيه كده ناحيه الكانتليفر كان اقل شويه 36. انا همشي احط الايه ال 61، اوصل داش ده بده وعلق برجله ده بمل تربيع على 8 عشان اجيب المومنت البوزيتيف اللي هو هيبقى يساوي دبليو ال تربيع على 8 ناقص الافرج 61 زائد 61 على 2. جبت من هنا الجزء الصغير اللي تحت ده طلع معانا ده بيساوي 37. يبقى انا كده معايا ده التوتال مومنت، هاخده اوزعه كولم ستريب واوزعه فيلد ستريب بنفس الطريقه. هاخد ال 61 اوزعها 80% هنا 80 في 61 و 20% هنا 20 في 61 لان ده عزل خارجي. طيب ناخد ال 61 دي اوزعها، هقول هنا 75% لان ده كانتليفر ال 61، وهنا اودي 25% من ال 61. هاخد ال 37 اوزعها 55% من ال 37 واوزعها هنا 45% من ال 37. ممكن يحصل اختلاف بسيط عن او اختلاف عن الارقام اللي فاتت، مفيش مشكله. هنختار اكبر عزم ونصمم عليه ونجيب الاريا ستي. طبعا جبت الاريا ستي هنا بالطريقه العاديه اللي هي الدي او اكبر عزم من هنا مع هنا مثلا 61، اصمم سيكشن اصمم هنا سيكشن وهنا سيكشن. جيت اشتغلت بالطريقه العاديه اللي هي الدي بيساوي السي 1 جذر الام على الاف سي يو في البي، الدي اللي هي تي ناقص كفر يعني 26 يعني 24، المومنت اللي هو 61 يا 38 هيختلف مرتين 61 في 10 اس 5 اف سي يو عندنا، البي اللي هي عرض الكولم ستريب اللي هو 320. جبت السي 1 وجبت الجي، جبت الاريا ستيل ام على الاف فيلد في الدي في الجي، اجيب الاريا ستيل على المتر الطولي هتساوي الاريا ستيل توتال على الكولم ستريب بس بالمتر، يبقى طلع معانا وياكم 8 فاي 16. ده كده الاسماك بتاعتنا. ناخد الكلام ده هنرسم الرسم مش بالطريقه الطبيعيه خالص، في الاكس دايركشن ده امبيريكال اللي هو اخد كولم ستريب وفيلد ستريب واسلحها، وفي الواي دايركشن عادي برضه نفس الكلام امبيريكال، حديد كده سفلي وادي حديد هنا اللي على 10 وهنا حديد يدخل روب واحد يدخل تلت، بس الكانتليفر هيتعمل له ايه؟ شوكه زي العادي. ده كده كولم ستريب وده الفيلد ستريب هيبقى نفس السفلي من الاول للاخر، واحد يتاخر الا على 10 وهنا هيبقى الربع بس، وادي هنا كانتليفر هيتعمل له شوكه نفس الكلام في اتجاه الاكس دايركشن. ده كده بالنسبه للمسافه في الفيلد.